السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، على خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك يا رب العالمين. أهلا بأعزائي مشاهدي ومتابعي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر ومن خارج مصر. النهاردة بفضل الله معانا عرض عينية، عرض محترم كالعادة، ولكن مبدئيا أتمنى إن حضراتكم متنسوش تدعمونا باللايك، وكمان تذكروا ربنا، وكمان تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يلا بينا نبدأ حلقتنا ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عرضنا النهاردة بيتكون من 13 دكر برق حر، 13 دكر برق حر، كلهم غنم برق حر بيور، غنم بتالف زي ما حضراتكم شايفين. الأعمار بتاعتهم 4 و5 شهور، الأعمار بتاعتهم 4 و5 شهور. السعر جملة 4100. لو حضرتك هتشتري 13 على بعض 4100، هتشتري 10 بس 4100، يعني الجملة بيبدأ من 10 رؤوس. طيب لو عايز قطاعي، القطاعي عامل 4300. طيب هنيجي بقى لقصة التحصينات. الغنم ما بتنزلش غير ما تتحصن تحصينين، وأهمهم أول واحد كوفاكسين 10 أمراض. طبعا حضراتكم فاهمين يعني ايه كوفاكسين 10 أمراض، عشان بس ما اطولش على حضراتكم في الفيديو نبقى نعمل فيديو تعليمي ليه. اولا بيتحصنوا تحصين كوفاكسين 10 أمراض، تاني حاجه تحصين حمى النقل. المكان بشتيل امبابه محافظه الجيزه، بشتيل امبابه محافظه الجيزه. للتواصل معايا على رقم 0155955-1306، الرقم واتساب وتليفونيه. يا رب يكون العرض نال اعجاب حضراتكم. كان معكم محمد مصطفى من قناه المزرعه البيتي، واستنوني ان شاء الله في عروض جديده وكمان حلقات تعليميه. واللي منساش يدوس لايك، يا ريت يدوس لايك يا جماعه، ويشترك في القناه عشان ما يفوتوش اي فيديوهات بتنزل. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.